مساكم الله بالخير. 14/11/2018 تسجيل من سامسونج جالكسي نوت 9، الحديث عن معالج اكسنس الجديد. هو المعالج الجديد اذا كان هذا هو الفئه العليا اللي سامسونج جالكسي اس 10 والنوت 10 القادم، فهم بعيدين جدا عن المنافسه، بعيدين حتى عن هواوي. لما تروح حق موقع ارم اللي مسؤول عن رسم المعماريه، الرسام المعماريه البريطاني المملوك لبنك المملوك الياباني اللي تملك منه اسهم السعوديه، لما تروح حق ارم ترسم المعماريه، والشركات مؤخرا بدات تتفلسف. المكتوب بموقع ارم الرسمي بان المعماريه الجديده مالتها هي A76 2، يعني ثنائي، و55 رباعي. طبعا عندهم خلطه ثانيه بس هذا الاساس. فراحت هواوي وقدمت A76 نفس ما هم و55. طيب هواوي اخطات بشنو؟ طبعا سامسونج اخطات اكثر من هواوي بهذا المعالج جايين احنا، بس هواوي 980 اللي قدمته اخطات وين؟ اخطات في ثلاث اماكن: الرام والروم والمودم. يعني المفروض تقدم دعم لل LPDDR5 لانه موجود بالسوق، حتى لو ما قدمته يكون مدعوم معالجها، وعلى فكره فنيا ممكن، ودعم للذاكره الداخليه UFS 3.0، وايضا هذه حكر على سامسونج مؤقتا، ودعم لل 5G وما قدمتهم هواوي. وين الاخطاء مالت معالج سامسونج؟ انه معتمد النمس الجديد ثنائي الغير معلن اللي هو A76. تمام، اي شوف اي هبل تقدمه سامسونج في موضوع ام هذا مالها النمس منقوص، اي هبل، هو اعلى فئه من معالج ارم. يعني ام هذا كستمايز اللي مو راضي تعلن عنه، انا من الحين اقول لك ما عندي دليل كافي، ها من الحين اقول لك ان A76 معدل، والثاني استرخصت ما راحت حق A76، راحت حق A55 لان شافت ان البطاريه تستنزف عند هواوي فلازم ننزل الى انا اتوقع يعني، بعدين راحت A55 المستهلك. ايضا نسيت لا اذكر لكم ان من مشاكل هواوي ان دائما عدد الكورز بالجي بي يو اقل، فدائما الجي بي يو عندها اقل، يعني هي رايحه حق M10 10 انويه، بينما سامسونج راحت حق M12 12 نواه. واتوقع ان ادرينو اللي هو مالي اصلا راح يكون مضبوط على عدد انويه اعلى بعد. وين القصور الواضحه في هذا المعالج؟ اول شيء مبني على 8 نانو، يعني سامسونج عندها 8 نانو خاص فيه، على فكره عندها 6 انا قاري عنه بس ما قدمته، يمكن مو جاهز. اول شيء قدمته ب 8 نانو، فالمنافسين 7 ففي اداء اعلى هناك اكيد. ترى كان في خلاف قبل سنه تقريبا ما بين سامسونج وكوالكوم، كوالكوم تبي ان معالجها يكون الافضل، وسامسونج مو قادره تقدم 7 نانو. من اللي قدم 7 نانو؟ TSMC التايوانيه اللي راحت لها هواوي راحت لها ابل، فقالت كوالكوم يبا اذا ما تقدرون على البروسيس هذا ما تقدرون تنزلونه لل 7 نانو، احنا ترى بنتوجه لغيركم. الزبده وين نواقص اكسينوس هذا؟ ليش مو قادر ينافس؟ ما شفنا للحين شلون تحكمون عليه وهو مو بالسوق. انا قاعد اقول لك اذا ما كان UFS 3.0 ما يقدر ينافس، يعني راح يشيله بالارقام UFS حطها على هواوي طوف هواوي. يعني سامسونج بالسي بي يو اتوقع انها ما تقدر تتفوق، الا اذا زادت الضبط المعالج. ترى اذا زادت الضبط حتى الاي 75 اذا ضبطه اعلى طوف بالارقام، اذا زادت الضبط يعني خليته اوفر كلوكد او اعطته اعلى طاقه له، نعم يطوف، بس هذا راح ياثر على بطارياتها. طيب وفي الجي بي يو، الجي بي يو هواوي ما تشوف شر، سامسونج طايفه كوالكوم طايفه، حتى ميديا تك اكس اذا نزلوا راح يطوف. اذا هواوي قدمت 10 اجهزه بمعالج 980 ترى ما راح تشوف سامسونج وانتو تو بالعشره الاوائل اذا كان هذا معالجها. اما اذا كان هذا المعالج عباره عن معالج مؤقت او ينافس فئه 700، اقول لك لا والله ونعم، هذا معالج 700 يعني الاجهزه ب 150 دينار، يعني 450 دولار 500 دولار اقل، لا والله خوش معالج حق جهاز متوسط، يا سلام، يعني احسن من سامسونج اذا هذا متوسط. اذا معالج سامسونج هذا مخصص للهواتف المتوسطه وعند سامسونج معالج اقوى من هذا، فيا ويل المتوسط من سامسونج راح تكسرهم. اما اذا كان هذا المعالج هو معالجها للفئه العليا سنه 2019، هذا الكرت الخبيث كرت التوفير راح يخسر سامسونج الكثير. يعني انت تطلع بكل تبجح وتعلن عن ثاني مودم 5G بعد كوالكوم X50 وتقول عندنا 5G NR، بعدين تطلع بكل تبجح مرة ثانية وتقول عندنا LPDDR5 رام، طيب وينهم؟ طبعا مع الخبرة انا حاسب حسابي للأسئلة اللي من النوع يعني هواوي تفهم اكثر من سامسونج في هذا المعالج. نعم اذا هذا معالج الفئة العليا لسامسونج، نعم هواوي تفهم اكثر من سامسونج بالتأكيد وقطعا وجزما. LTE كات اعلى، الرام ضبطه اعلى، ضبط المعالج صحيح. اذا هذا الهبل من سامسونج تبي تقارن بهواوي، بالتاكيد معالج هواوي اقوى. توقيت سيء، تخطيط سيء لاطلاق جديد المعالج،
هذا الامر راح يساعد هواوي انها تبيع اكثر. يعني هذا الشخص اما قابض ثمن مرتشي قابض ثمن علشان يخسر سامسونج, او انه خبل, هو ممكن يكون خبل لان انا مر عليه مدير اخبول نفس مدير سوني مثلا. بعدين شخباري كاستمايز كاستمايزر شخباري كاستمايز, يعني يا تسميه اسم, لا كاستمايز هذه مو لك, يا تسميه اسم نفس صاحبنا اللي هو كرويو مال كوالكوم اللي هو اصلا كورتكس, يا تسميه اسم فني, يا تاكل تبن وتحط اسمه الحقيقي. اما الهبل هذا كاستمايز ما له داعي. انا ما ادري ايش قدمته زود, يعني غير هال 20% بسبب تصغير النانومتر من 10 الى 8 شنو قدمته زود؟ يو اف اس 3.0 خذوها, رفعت الكات من 18 الى 20, الرام نفسه ممكن تزيد ضبط الرام ممكن ما ممكن فني غير ايش قدم جديد؟ يعني هذا المعالج وين مكانه؟ وين مكان 20% اداء اعلى؟ يعني شويه 20%. قبل ايام كان يكلمني صديق قال لي ليش ما تكلمت عن معالج هواوي بشكل مكثف؟ قلت له انا منتظر جديد سامسونج وكوالكوم, وسامسونج صار لها اشهر تلوح بتقنياتها. ذكرت من جديد يو اف اس 3.0 قالت موجود وحددت سرعته, الرام موجود ال بي دي دي ار 5 اللي رقمه اعلى جدا من الفور قالت موجود وحددت رقمه وحددت حتى سعره للشركات للبيع. بعدين قدمت, بعدين هو شكلنا بالتعاون مع انفيديا للجي بي يو, يعني معالج الجرافيكس بالتعاون مع انفيديا. كنا نتعاون مع انفيديا و 5G ال بي دي ار 5, ايش تبي تسوي سامسونج؟ راح تفجرهم تفجير هذيل. الحين يبقى لنا بس كوالكوم. كوالكوم اذا استهبل, طبعا كوالكوم متعاونه مع تي اس ام سي يعني 7 نانو في كل الحالات راح يكون كوالكوم اقوى من سامسونج, بس اذا استهبلت كوالكوم بعد يعني كوالكوم انا راح اذبحها ذبح, لان كوالكوم قدمت ال 5G قبل سنه. يعني لو نزل معالج جديد ما يدعم 5G وينهم؟ لماذا التقنيات الاخيره شركات الاتصال عندنا مو زينه؟ ما يعني لي انا شركه اتصال مو محترمه ما تقدم التقنيات اول باول, ما يعني ان التقنيه راح توقف. التقنيه ماشيه سواء استهبلت شركات الاتصال او ما استهبلت. شركات الاتصال استهبلت في 4G, كانت اجهزتنا 4G سنه كامله, القصور على شركات الاتصال. لكن شركات المعالجات الضخمه الكبيره هي اللي تضغط على شركات الاتصال. الدليل الاسم, كوالكوم سباقه في المودم, قدمت مودم 5G X50 من زمان اسمع عنه انا, وتم تركيبه على فكره على اكثر من مودم ZTE ايوه بس اجلته بسبب قضايا. هواوي نفس الشيء, هذول عندهم 5G جاهز. إريكسون طبعا اولهم كبير من علمهم سعر موجود. كان في تعاون ما بين كوالكوم وابل لتزويد مودم كوالكوم لابل, بعدين صار في قضيه بينهم خسرتها كوالكوم, بعدين كوالكوم انسحبت من الساحه لموضوع السورس بعدين نتكلم فيه. المهم ان ابل راح طاحت على انتل, طالبينكم امسكوا احنا سرقنا الكود مال كوالكوم واخذوه يلا سووا لنا 5G. بعدين قالت انتل شوف هذا نفر, هذا نفر وازد زين وازد ممتاز, وقبل واحد سنه في 5G, انا ما في يقدر هذا, ما في يقدر هذا يسوي, لا 2020 يقدر يسوي هذا, يعني ما يقدر والله. راحت ابل قالت ما نقدر ننزل 5G, دبرونا طلعوا ابواقنا يسولفون ويرقعون, حيث ان ال5G غير ناضج, ال5G لم ينضج, يلا بوق يلا بسرعه مكبرات صوت. المعالج سامسونج اللي نزل هذا ما ينافس على القمه ترى, هذا معالج يسمونه ميد هاي, يعني متوسط عليا ينافس هني اي بس عليا لا. طبعا اذا نزلت كوالكوم الحين عنده X50 صار لها سنه كامله, لاحظ معي سامسونج تملك مودم 5G ما بيطول عليك, بس كوالكوم تملك X50, بس كوالكوم تملك قبل سنه. يعني تخيل معي كوالكوم عندها X50 من سنه, بعدين ينزل معالجها بدون 5G. يعني اذا كوالكوم ما قدمت 5G وعذرها مثلا الحين قاعد اضحك وياك بس ممكن يكون جد ترى, ان ما نبي انتل تسرق الكود مالنا الجديد لان في هبل صار بالمحاكم, فانتل ايش راح تقول حق ابل؟ والله بابا هذا ما في يعرف انا ما في معلوم. يبقى لنا القشه كوالكوم الجديد. شوف سامسونج ارسل يدك خلاص, هذا انا معتبره مد هاي, شيله هذا الشيء. لا وشنو تبيهم يقدمون؟ عديت لك اللي لازم يقدمونه ولا لا يطلعون يلوحون ويهايطون علينا. هذه انت ايش فاهمك؟ انت الاحسن في عالم اللابتوب مع ويندوز, بس في عالم النتوركينج في عالم الكوميونيكيشن طافتها من زمان كوالكوم. الدليل ان كوالكوم عندها تشيب على ويندوز موجود عندي على لابتوباتي من زمان, التعاون موجود. يعني دائما المودم الممتاز يكون من كوالكوم, طبعا في منافسين بعد الهبل اللي شفناه من سامسونج. اقدر اقول لك انها ما راح تكون موجوده بالعشره الاوائل الا اذا تم اعاده ضبط المعالج بشكل اكبر
طبعا ما اتوقع هذا الامر لان سامسونج تهتم بالبطاريه وعندها مشكله انفجار نوت وعندها خطر كبير في هذا الامر. لو ببني على ان هذا معالج النوت 10 القادم فالنوت 9 الحالي وضعه افضل. النوت 10 القادم ايش راح يقدم؟ راح يشيل 3.5 يستغل المساحه اعلى راح يصير 7 انش ولا هبل. اتوقع بعد ينقصون بطاريته تحسفوا على 4000 هم دائما يروحون للاسوأ ترى. اتوقع انا يفكر هذا يقول 4000 زين ورقم كبير منافسين على 4200 لا لا لازم يكون في قصور بالجهاز عشان ندفع تسويق عشان نبيعه يكون عندنا عذر حق ميزانية التسويق فننزل البطارية نخليها 2500 يلا. بالنسبة للصورة مالت سوني اكسبيريا اكس زد هبل اللي قدمت لكم هذه صورة انا مسويها عندي بالبينتر على اللابتوب ونشرتها لكم يعني هو من باب الكوميديا. انا ودي اكمل وياكم بس يعني هو ما عندي سبب ما يخليني اكمل بس لازم يكون مقطع قصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.